انت متاكد يا عمدي؟ متاكد من ايه؟ من الكلام اللي قالته الست حرامكم. قصدك ايه يا حسنين؟ ما تاخذنيش يا عمده، حريم الايام دي بيلحسوا كلامهم، وانت سيدي العارفين. لا لا لا، حسنات غير كل الستات. ليه بقى ان شاء الله؟ معموله من عجينه غير عجينه النسوان البلد كلها. انت بتقول يا مهفوف انت؟ انت عايز تقارن حسنات مرات العمده بالستات دول؟ يا سيدي انا محب ما علي ان هي توفي بوعدها وتتنازل، على اللي بكفى الله المؤمنين شر القتال. وكله بحسابه، هو يعني في حاجه ببلاش؟ صحيح، اكيد النساء امر من السحر. قصدك ايه؟ قصدي ان هي لعبتها وصابت معاها. لعبتها؟ لعبتها يا راجل يا مخبول انت. ما هي الست حرامكم خططت من البدايه انها تاخد منك 30,000 جنيه، فرشحت نفسها في الانتخابات مع انها عارفه انها ساقطه، وعارفه ان انت هتشتري كرامتك ب 30,000 جنيه. قالت تاخدهم منه واللي يجي منه احسن منه. لا، اذا كان على ال 30,000 جنيه تاخدهم ويا دار ما دخلك شر، لكن انا متاكد ان في ملعوب ورا الموضوع ده. ملعوب ايه يا عمدي؟ اذا كان على الفلوس، الله، حسنات مش بتاعه فلوس، وبعدين ما انا فلوس يا بني ادم في النهايه ليها هي والولاد. كلامك دي هيخلي الفار يلعب في عب يا عمدي، واعيد حساباتي من تاني. بقول لك ايه يا حسنين، انا غلطان ان خدت وديت في الكلام معاك يا راجل يا خرطان، يا اللي هتخرب مخي. من الاخر بقى يا عمده، انت اديها ال 30,000 جنيه، ربنا هداها وتنزلت لك خير وبركه، ما تنزلتش ترنها علقه وتاخد ال 30,000 جنيه بتوعك. رنها علقه حسنين؟ ارجوك لو جيت اخد رايك في حاجه بعد كده يبقى تخني بالبندقيه بتاعتك، موتني، انا عايز اموت عشان انت تاخد اعدام وارتاح منك. كلام ايه ده اللي بتقوله يا ملوان؟ اها، اللي سمعته يا ابو زيدان. بقى معقول يا جماعه ان الست حسنات تتنازل عن ترشيح نفسها بعد كل اللي عملته؟ لانها ست عاقله وكامله، عرفت انها اتجوزت حدودها. لا، الكلام ده ما يخشش العقل يا رجالة أبدا. إيه ده؟ ليه يا عبد العال؟ هي الستات ما بترجعش في كلامها؟ ما ترجعش في كلامها إزاي؟ ما تبقى الستات يا حاج ملوان. قول لهم، قول لهم يا نوسالي. بقول لهم أهو. بس أنت قول لهلالي يجيب لي 4 سحلب ويحل السكر. ارحمني، ارحمني وخف عني شوية بقى، هرتني سحلب. كده يا ملواني؟ ما كانش العاشم ده، انا صاحبك يا اخوانا. اسمعوني كلكم، ما حدش يسمع كلام الراجل ده. الراجل ده بيشوشر على الست حسنات وبيعمل بلبله، ده شغل انتخابات. انا اللي عارفه الكلام ده لازم نسمعه من الست حسنات شخصية. ايوه، هو ده الكلام المظبوط كده يا راجل يا متسحلب. كان فيه ايه يعني لو طلبت لي 6 سحلب في كوبايه وحلة السكر؟ يا ست حسنات، الحكاية دي ما يسكتش عليها. الناس بتسأل، هترشحي نفسك ولا المسألة فضي مجالس ومش ناوية تنزلي الانتخابات؟ والكلام ده انتشر في الكفر كله وعمل بلبلة، والناس دلوقتي عاوزة تعرف إذا كنت هتكملي ولا هتنسحبي. وانتوا شايفين ايه؟ شايفين انك لازم تحسمي الأمر وتقطعي العرق وتسيحي دمه. خلاص، هقطعها. هي دي اللي هتقطعيها؟ رقبة العمدة. يا نهار، مش فايت، هتموت العمدة عشان الانتخابات؟ معقولة؟ معقولة يا منعسة يا عسل يا سكر؟ لا، أنا هقطع رقبة العمدة بحنية بطريقة حسنات الخاصة. فاهم يا غفير منك له؟ فاهم يا شيخ رفض. واحد فينا لازم يحافظ على لقمة عيشه، ونجاح العمدة معناها إن أنتم باقيين في وظايفكم. اما لا قدر الله بقى لو صيت، معناها ان انتوا اتشردتوا منتم وعيالكم واهلكم كلهم، لان حضره العمده مراته بقى لو نجحت هتجيب غفر جديد بدلكم. اطمن يا شيخ الغفر، احنا مش هننام النهارده لغايه ما تخلص الانتخابات. وعلى الله توكلنا. وكل ده واكتر هعمله ليكم يا اهل كفر الزعتره. وعشان تعرفوا وتتاكدوا بنفسكم إني أنا شخصياً من أكبر المؤيدين لحقوق المرأة، وإن عمدة ديمقراطي ومش ديكتاتوري، أنا هقدم لكم المترشحة قصادي للعمودية عشان تتكلم بنفسها معاكم. اتفضلي يا مرشحة.
اخواتي واخواني الاعزاء الكرام، العمده ده راجلي، جوزي، ابو عيالي، ليها عليا كل الحقوق. انما معلش برضو يا عمده، دي انتخابات. العمده جايبني قدامكم علشان اتنازل عن الانتخابات. انا مستعده ان اتنازل عن الانتخابات لو انتم يا اخواتي وحبايبي وافقتم على كده. موافقين ان اتنازل لجوزي العمده؟ لا تتنازلي يا حسنات، احنا وراك رجاله وستات. لا تتنازلي يا حسنات، احنا وراك رجاله وستات. سامع يا عمده؟ مش هقدر اتخلى ابدا عن اهل الكفر. اسمعوا يا اخواني الكرام، العمده ساومني على ان اتنازل عن الانتخابات. كان عاوز يديني 30,000 جنيه، وانا هو برد قدامكم كلكم وبقول له يا عمده، لو بتحب الكفر واهل الكفر اتبرع بال 30,000 جنيه دول لمشروع يفيدهم ويفيد الكفر، وانا كمان هعمل زيك واتبرع ب 30,000 جنيه من حر مال. مهما كانت الانتخابات ملناش غيرك يا حسنات. مهما كانت الانتخابات ملناش غيرك يا حسنات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللعمده. قطمت سلسلة ظهر يا حسنين. يعني قلت لك من الأول شكومة، أنت اللي سكت لحد ما ركبت ودلدلت رجليها. أيوة، ركبت ودلدلت رجليها وخلت شكلي مش ولا بد قدام أهل الكفر. بس ولا يهمك، كل الهيصة اللي عاملاها دي بس برضه مش هتنجح. تفتكر يا حسنين؟ إيه بقول شيخ الغفر قالها؟ شيخ الغفر؟ حسنات مبارك. انت استعلم. نعم يا عمدة. حضرت العشاء؟ ثواني يا اخويا. ثواني؟ انا لسه هستنى ثواني. شغلتك هنا في ايه في البيت؟ تكونيش فاكره نفسك العمده؟ لا ابدا، انا مرات العمده وام عياله. يعني شغلتك هنا خدمتي والسهر على راحتي. وانا قصرت معاك في حاجه يا جوزي؟ امال ايه، لسه ما جهزتيش العشاء دي. انا ما قلتش ما جهزتش العشاء، انا قلت ثواني وهجهز العشاء، يعني يا دوب يتسخن بس. وليه ما سخنتهوش من بدري؟ وانا ايش عرفني انت امتى هترجع من بره؟ بقول لك ايه، انت هتعرفي ترغي معايا؟ ارجع انت العشاء بسرعه. حاضر يا عمده، حاضر. تعالي هنا، جايبالي طبق سلطه، هتعشى سلطه يا هانم؟ طب وايه يعني؟ ما انا دايما بحط السلطه كل يوم اول حاجه. بس انا بقى دلوقتي مش عايز سلطه. واشمعنى الليله دي؟ مزاجك كده، هتتحشري وتخش في مزاجي كمان. لا يا عمده انا اسفه، بس المهم ان انت ما تتزرزرش قوي كده. كمان بترد عليا ومش عامله لي اعتبار؟ لا بقى، ده انت بتتلكك وده مش حلو عشانك. ايه ده؟ انت بتهدديني يا حسنات؟ هي حصلت؟ طب قسما عظما. لا قسما ولا عظما، قبل ما تحلف انا سايبالك الدار وماشي. انا اللي سايبها لك. وده من ايه ده بقى يا راجل ان شاء الله؟ هو ايه ده اللي من ايه؟ الانتخابات. انت مرعوب عامل كده من الانتخابات، بس ما كنتش اعرف انك مثبت قوي كده في كرسي العموديه. العموديه ما تهمنيش يا هانم، سايبها لك تتمرمغي في ترابها. لكن انا كرامتي تتمرمغ؟ لا، فاهمه يا حسنات؟ معاش اللي يمرمغ كرامتك. امال اسمه ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه يا عمدة؟ احنا مش اتفقنا في البيت انك تاخدي 30,000 جنيه وتتنازلي لي عن العموديه؟ نقوم نطلع بره قدام الناخبين تفضحيني وتجرسيني. هو انا يعني كنت كدبت؟ هو مش ده اللي حصل؟ امال ليه فهمتيني انك موافقه؟ صحيح كده النسا دي انتخابات يا عمده، والمنافسه شريفه، واللي تغلبه العبه، وفي الاخر انا ما كدبتش. خليك ديمقراطي يا عمده. هي الديمقراطيه دي اللي فسخت العلاقات بيننا. ما بلاش بقى ان احنا نعلق كل حاجه على شماعه الديمقراطيه. لو كان في شفافيه في لغه التحاور بيني وبينك ما كانش ده كله حصل، وكانت بقت في منافسه شريفه يا عمده. منافسه شريفه ايه اللي تحصل بين راجل ومراته؟ منافسة من أجل الأفضل. طيب تصبحي على خير يا أفضل.
مشاهدي القناة الأولى في كل مكان، مساء الخير. بحييكم وتسمحوا لي لنا أرحب بتجربة امرأة مصرية بتخوض التجربة لأول مرة في مصر إنها تجرب ترشح نفسها على منصب العمدة. وعلى فكرة هذا الموقف غريب جدا ليه؟ لأنها بترشح نفسها ضد زوجها العمدة الحالي. تسمحوا لي باسمكم لنا أرحب بست حسنات. أهلا بيك ست حسنات. اهلا وسهلا مدام حياتي. اهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين. كل سادة المشاهدين دلوقتي عايزين يعرفوا منك، انت فكرتي ترشحي نفسك ليه على منصب العمدة، وخاصة ان جوزك هو اللي ضدك؟ هو بصراحة الست في مجتمعنا خدت كل حقوقها الدستورية، يعني وصلت بقت وزيرة، سفيرة، مستشارة في النيابة، مش بعيد عليها يعني انها كمان تبقى عمدة. بس يا ست حسنات بيقال ان السبب الحقيقي هو الخلافات الأسرية او الزوجية اللي بينك وبين العمدة، مش المحافظة على الحقوق الدستورية للمرأة زي ما انت بتقولي. شوفي حضرتك يا مدام حياة، بتقولي في اول كلامك يقال، يعني مجرد كلام في كلام، مفيش اثبات ولا دليل. اقول لك من الاخر، سيب اللي يقول يقول. بس احنا برضو عايزين نعرف ايه السبب الحقيقي ولا انك كنتي فكرتي ترشحي نفسك على منصب العمده. شوفي يا مدام حياة، جوزي راجل متعلم، العمده مرتضى راجل مثقف وبيؤمن جدا بحقوق المراه، واول ما عرف ان انا هرشح نفسي كان سعيد جدا وما قاليش اي حاجه، بالعكس ده كمان كان شجعني قوي. عشان كده من هنا من على شاشة القناة الأولى بنحيي الزوج الرجل المثقف اللي دايما بيحافظ على حقوق المرأة وحقوقها الدستورية كمان. وأنا كمان من خلال هذا البرنامج بحيي جوزي وببعت له كل تحية وتقدير. ست حسنات، بالنسبة للولاد احنا عارفين ان انت عندك بنت وولد في الجامعة، موقفهم ايه من المنافسة الشديدة دلوقتي بين الأب والأم على منصب العمدة؟ والله بكري ابني بيساندني، انما نعيمه بتساند والدها، وده اذا كان بيدل على اي شيء يدل ان احنا اسره مؤمنه جدا بحريه الراي دون اي تعصب. كل الناس دلوقتي هتسال وتقول طب طموحاتك كانت ايه لما فكرتي ترشحي نفسك على منصب العمده؟ والله طموحاتي ما تقلش عن طموحات اهل كفر الزعتره، يعني بيطمحوا دايما ان هم يعيشوا زي ما غيرهم عايش، يطوروا من كفرهم، تخش لهم الاختراعات الحديثه اللي تعينهم على تسيير امورهم، ينعموا بالامن والامان. افهم من كده ان كل الحاجات دي مش موجوده دلوقتي؟ لا لا، هي كانت موجوده بس مش بالقدر الكافي، يعني مثلا الحقوق السياسيه ما كانتش موجوده، كان في ناس كتير جدا من اهل الكفر ما يعرفش يعني ايه حق سياسي، وانا كنت بحاول اشرح لهم ذلك. لكن ان شاء الله من طموحي الجاي زي ما عملت محو اميه تعليميه، ان شاء الله وبعون الله اعمل محو اميه سياسيه. ست حسنات كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، لكن للاسف وقت البرنامج جري بسرعه، لكن ان شاء الله لنا لقاء اخر بعد ان شاء الله ما تطلع النتيجه. اتفقنا اعزائي المشاهدين؟ طبعا في نهايه هذا اللقاء بشكركم، بشكر ست حسنات، والى اللقاء. واضح ان ماما هتبقى موضوع الساعه. ما هو اللي عملته اغرب من الخيال. ده من وجهه نظرك، بس انا شايف ان اللي عملته ده شيء عادي. طب يا اخوي انا اذنك بقى، انا داخله انام. كنت من اهله؟ مش قلت لكم ست حسنات سيبها وصل لحد مصر وسمع؟ عشان كده التلفزيون صوره. بسم الله ما شاء الله عليه، طالعه في التلفزيون كانها سياسيه من السياسيين الكبار. حاجه تفرح وتشرح. ما كفاك يا ابو زرع انت وعبد العال كلام يا اخويا. خلاص، ايه يعني يا اخويا ان مرات العمده طلعت في التلفزيون؟ يا سلام، فيها كتير يا اخويا، فيها ان الست حسنات بقالها كلمه عشان كده اتصورت في التلفزيون. ما التلفزيون يا اخويا بيصور الحاجات الغريبه، يصورها ويذاعها يمكن الناس تتعظ وتاخد عبره. ده صحيح يا ابو جلاد، كون ان واحده ست ترشح نفسها للعموديه حاجه غريبه. والاغرب زي ما المذيعه قالت انها تبقى مرات العمده، تبقى كده القيامه هتقوم يا اولاد، ودي من علامات الساعه. وهي الساعه معاك كام دلوقتي يا ابو جلاد؟ ساعتها يا عبد العال. الساعة اللي في ايدك دي؟ وانا في ايدي ساعات يا عم. كأنه بالويم كده الساعة كام؟ هتجيلها عشرة وعشرة، يبقى 20. دي ميعاد نومك، اللي زيك ناموا من بدري. انت بتتريق عليا ولا عبد العال بتتريق عليا؟ اتريق. بكرة نتحبس في بيوتنا وما نخرجش الا باذن من نسواننا. ايه طالما انت يعني يا ابو جلاد متعلم وقاري كده، انت ما سمعتش عن الست كليوباترا والست حتشبسوت؟ مش دول كانوا بيحكموا وكانوا مصريين زينا؟
ايوه مصريين ما قلناش حاجه، بس دي كان زمان زمان قوي مش دلوقتي. وهو يا بني ادم انت، احنا بنتقدم ولا بنستاخر؟ بنتقدم مش بنستاخر يا اخويا، بس بقول لك الزمن اللي فات غير الزمان ده. ايه دي يالا؟ ايه الكلام الكبير ده يا عبد علي؟ يالا مين دي تطلع؟ ايه شبسب سود دي؟ مش شبسب سود، حبس السود، حبس السود، لخبطتني. ديت ملكه كان بتحكم مصر ايام زمان، ايام الانجليز يعني، قبليهم كده بسنتين ثلاثه. سنتين ثلاثه ايه وبتاع ايه يا اخوانا؟ فهموني، مش كل ساعه وليها اذان. انتوا عايزين تشقلبوا حال الدنيا عشان حسنات مرات العمده؟ يا ابو جلاد طب خد دي عندك. انت ما سمعتش حاجه عن الست اندريرا غاندي اللي كانت بتحكم في الهند؟ يا ابني دي بلاد تركب لفيان يا جدع. انت هقول لك نصيحه واخلص منك خالص. انت يا ابو جلاد تروح تبيع حمارتك وتشتري لك فلتر كابو. السؤال اللي عايز اساله لك دلوقتي يا عمده، ايه رايك في النظام الجديد لاختيار العمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ان ده كويس ومش كويس. اللي انا عايز اعرفه منك، النظام ده كويس في ايه ومش كويس في ايه؟ والله هو كويس لانه هيحقق مطلب جماهيري للناس كانت محتاجاه دايما، وهو انهم يختاروا عمدتهم بنفسهم. ومش كويس لان العموديه غير اي حاجه تانية، ده مش شركه محتاجه رئيس مجلس اداره يكون دارس بره او واخد دكتوراه في اداره الاعمال او العلوم السياسيه. لا، الفلاحين دول محتاجين حد يتعامل معهم كويس، لان العمده هيبقى عايش معاهم ليل ونهار. تفتكر ان العمده لازم يكون عنده املاك اكتر من اي حد تاني في القفر؟ طبعا 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 لازم، لان العمده اكيد ما بيقبضش، يعني بيصرف من جيبه، محتاج يصرف، يبقشش، يعمل عزومات، ضيوف زي حضرتك جايين. وبتبقى الواجب ولا حسني؟ ضيوف زي حضرتك جايين لازم يقوم معاهم بالواجب واكرام الضيف واجبه، قصدي واجب الضيف اكرامه. تقول ايه عن التجربه اللي انت بتمر بيها وبتنافسك على منصب العموديه السيده حرامكم؟ ان دل هذا على شيء فانما يدل على اني عمده ديمقراطي. بعد اذنك اتفضل. اؤمن بحقوق المراه، وان المراه من حقها ان تتمتع بكافه حقوقها السياسيه، وهذا دليل واضح على صدق ما اقوله. هذا وبالله التوفيق. اقرا وسمعنا يا ابو جلاد. العنوان الكبير بيقول العمده الديمقراطي. يا سلام يا سلام، ده عنوان كبير قوي. سيبه يكمل يا نواساني. كمل يا ابو جلاد كمل. الا صوره مرتضى العمده منوره في الجورنال. في كفر الزعتره عمده ديمقراطي يؤمن بحقوق المراه ويسمح لها بترشيح نفسها لمنصب العموديه. يا سلام، يسمح ليه؟ هو كان العمده اللي سمح ليها بترشيح نفسه ولا الجهات المختصه؟ ايوه صحيح، هي المسؤولين هم اللي بيسمحوا مش العمده. انا مش هكمل قرايه. يبقى احسن. ايه يا عبد العال؟ ايه يا عبد العال؟ ما سيب ابو جلاد يكمل قرايه. الله، ما هيقعد طول النهار يقرا وهيضيع علينا اليوم. الدنيا انا اقرا وهتشوفوا انا هعمل ايه. ده انا معايا شهاده محو الاميه. يا سلام، تكونش فاكرها البكالوريوس. الله، ده انا الاول يا ابو مجاهد. اها، يبقى الاول على الثانويه العامه. يا سلام، ما هي اللي علمتني، علمت ام ميلان وعلمت عبد العال وعلمت القراءه والكتابه. دلوقتي مش عاوزين تسمحوا لي بترشيح نفسه؟ ما هو علشان كده بالذات مش هنتخبها يا ابو زيدان. السلام عليكم. صافي يا عمر، ربنا يخليك. الحمد لله.
الحمد لله بتسلم على حضرتك يا حبيبي. الحمد لله. الحمد لله. الله يجمعنا يا عمده. الله يبارك فيك. بعد بطاقه مش كده؟ اه. الحمد لله. السلام عليكم يا رجاله. علشان كده انا بفكر اعمل مشروع استثماري. انا عندي لك مشروع مية مية يا ابو شربات. بهيدي ابعد عني يا بهيدي. اديني قاعد بعيد عنك اهو. وادي يا مرسي. نعمل ايه حضرتك العمدة؟ نزل مشاريب لكل اللي قاعدين على القهوة على حسابي. فرقني يا عمدة. متشكرين يا حضرت العمدة. خيرك دايما علينا يا عمدة. وانا اتنين سحلب على حساب حضرة العمدة ابن الاصول يا واد وحل السكر. بس كده من عينيا. اربعة سحلب. ربنا ما يحرمنيش منك يا عمدة. عارف انا وساني انت الوحيد اللي نفسي اعرف هتديني صوتك ولا لا. وانت تشك لحظه حضره العمدة ان صوتي هيروح لحد غيرك؟ اكذب عليك لو قلت لك ما بشكش. يا سلام، ما كانش العشم يا عمدة الكفر وكبرها، ده انا لحم اكتفي من دارك. ما هو داري دي بقى يا حبيبي فيها المرشح المنافس ليا. يا ترى بقى هتدي صوتك لمين فينا؟ اقول لك الحقيقه حضره العمدة؟ يا ريت. لا انت ولا الست حرامكم. ليه بقى؟ لان انا اصلا ما عنديش بطاقه انتخابيه. سك على السحلب يا مرسي. انا يا ست حسنات كل ما اقابل بنت من البنات اللي في سني الاقي حكايه الانتخابات مش على بالها خالص. وهتسيبيهم كده يا نعسه؟ مش البنات دول لازم يكون لهم رأي في اللي بيحصل حواليهم؟ لا، ما انا ما سكتش، انا لفيت على البيوت بيت بيت وبنت بنت وكلمتين من هنا وكلمتين من هنا لحد ما خليت كل واحده فيهم توعدني انها تديكي صوتها. اتركي بقالك 3 ايام سايبه المواعين في الحوض وما بتقعديش في الدار. يوه يما، يعني المواعين ولا الست حسنات؟ خلاص يا حميد، المره دي عندي انا. انا بقى بقول احنا نعمل حمله مضاده على العمده مرتضى. حملة مضادة ازاي يعني؟ انت عايزة تطلعي اشاعات على جوز الست حسنات؟ ده مهما كان جوزها لا عيب ما يصح. طول عمرك حمائية يا نحسة، استني لما خلص كلامي. انا اللي حمائية ولا انت طول عمرك اللي متقنعرة ومناخيرك في السماء لحد ما طفشتي كل العرسان مني؟ ايه ده بس بس يا بنات ما يصحش. ما انت شايفة اهو يا ست حسنات، لا هي اللي بتجر شكل ده، حتى بنتي نعسة زي النسمة. طيب اهدوا اهدوا، لو ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض وحدنا صفوفنا ونسينا مشاكلنا الصغيرة الرجالة هتنتصر علينا. عندك حق. يلا يا ماجي اعتذر النعسي عشان انتي اللي قلتلها في الاول يا حمائية. خبر ايه؟ خبر ايه يا حميدة؟ ما هي ماجي كمان ما كانتش تقصد. والله فعلا انا ما كنتش اقصد، انا اسفة يا نعسي. خلاص يا ماجي، ما انتي حبيبتي برضو من ايام ما كنا في المدرسة وكنت بديكي نص السندوتش بتاعي لما كنت بتيجي من غير اكل. وبعدها لك يا نعسي، احنا دلوقتي في السندوتشات ولا في الانتخابات؟ قولي يا ماجي كنت عايزه تقولي ايه. انا بقول احنا نطلع اشاعه على عمده مرتضى نقول ان هو بيوزع فلوس على الناس عشان تنتخبه. لا يا ماجي، لا لا لا، دي لعبه مش تضيفه بيعملها المرشحين اللي كل همهم بس انهم ينجحوا الغرض في نفسهم. لكن انا لا، لازم الانتخابات تبقى نظيفه وشريفه وكلها شفافيه. اتبطتشي؟ اهي فكرتك طلعت غلط. لا بقى، انا شايفه انها صح عشان هو بيقول ان الستات ما بيفهموش في السياسه. صح، مش بيقولوا برضو ان الغايه تبرر الوسيله؟ اقوم اتهم العمده انه بيشتري اصوات الناخبين بفلوسه. ما هو بالشكل ده هنفتت اصواته وهنعمله بالبله. اسمعوا يا جماعه، انا ينجح بشفافيه يسقط بشرف، غير كده انا مش هعمل. وبعدين يا ملواني؟ وبعدين ايه يا عزيزه؟ انا مش مطمنه على اخويا العمده. لا اطمني اطمني وحط في بطنك تلاجة. العمدة هيفضل عمدة. هي فوضى ولا الدنيا تشقلب حالها ويمينها جيش مالها؟ يعني مرتضى هينجح؟ اطمني، لازم ينجح، دي حاجة طبيعية مش محتاجة أي كلام. أنا بس اللي غيظني بنتك شربات واقفة مع حسنات ضد خالها العمدة. لا لا بجد يا بدرية زعلانة منك قوي، بقى المدة اللي فاتت دي كلها لا حس ولا خبر ولا بتيجي تسألي علينا. أنا عارفة إني مقصرة معاكي،
بس القلوب سائلة ومسلمة. لا بس انا بجد زعلانه منك بقى، الناس كلها والعالم كله يقف جنبي وانتي اكتر واحده كنت فاكره انك هتسنديني في الانتخابات، ولا عملتي زي المثل ما بيقول مركب السلايف غارت؟ انتي باين عليكي واخده على خاطرك قوي مني. طبعا يا بدريه بجد بقى واخده على خاطر، بقى الغرب كلهم يقفوا جنبي وانتي حبيبه عمري لا حس ولا خبر. طب افتكر اللي عملته لبنتك، قعدت ازن على دماغ الواد بكر لحد ما رجعته لعقله، شيلها لي جميل؟ بالله عليكي لا تزعلي ولا تشيلي مني، بس اسمعيني. طب يا اختي اشربي شايك وسمعيني. انت عارفه ان مرتضى مغرقنا بجمايله، ومن يوم ما مات ابو جليله واحنا لا كنا نفهم في ارض ولا في فاكهه، وهو ربنا يسترها معاه، لولاه كان زمان كل حاجه راحت مننا. يا اختي وايه اللي دخل عيشه في ام الخير؟ اذا كان مرتضى نفسه ما منعنيش ان ارشح نفسي. بينك وبينه عمار انت مهما كان ام عياله ومراته وبنت خاله، لكن انا مهما كان واحده غريبه فلازم اخاف على زعله. يا اختي عليكي وعلى جمالك، غريبه ده انت مرات اخوه وان شاء الله هتبقى حمات ابنه. المثل بيقول النسب زي اللبن ممكن اي حاجه تعكره، وانا عارفه انك عاقله قوي، ربنا يعلم انا قد ايه فرحانه باللي انت بتعمليه. والنبي يا اختي كنت محتاجاكي معايا. قلبي معاكي، وربنا يعلم ان الله لا يقدر، الله لا يقدر لو ما نجحتيش. كفايه انك صحيتي حاجه مهمه في الستات كانت ماتت من زمان. اللي هي ايه بقى؟ ان هي دلوقتي بقت زيها زي الراجل، وانها ممكن كمان ترشح نفسها تبقى عمده. اه منك يا بدريه، والله وعرفتي تاكلي بعقلي حلاوه. خلاص صافي يا لبن يا حماد بنتي. ماشي حليب يا قشطه يا حماد ابني. مش لاني ما بحبش خالي العمده يا نجاه، بالعكس انا بحبه زي ما بحب امي وابيها بالظبط. امال عشان ايه يا شربات؟ عشان مرات خالي دي ست مثقفه ومتنوره وعندها رؤيه تصلح بيها حال الكفر، وبعدين يعني ما يجيبش حقوق المراه الا واحده ست زيها. الله عليك يا شربات، انت عارف ان انت بتتكلمي زي الستات اللي بيجوا في التلفزيون. امال انت فاكرني ايه؟ جاهله؟ هو انت لو كنت جاهله كنت انا دبت في غرامك؟ مش باين يا سمجاهد. هو ايه ده بقى اللي مش باين؟ مش باين انك دبت في غرامي زي ما بتقول. طب اعمل ايه بس يا جدعان عشان اثبت لك اني وقعت في غرامي؟ تنتخب مرات خالي. هو ده بقى اللي مش ممكن. مش ممكن ليه بقى ان شاء الله؟ تكونش من الراجعيين اللي بيقولوا عليهم اعداء المراه. يا شربات انا حبيب المراه جدا، بس مش ممكن اخليها تحكمني كده. طيب ايه بقى اللي طيب يا شربات؟ بكره نشوف، المايه تكذب الغطاس. فهمتوا الخطه اللي هتتنفذ يوم الانتخابات؟ فهمنا يا ست حميده. انا هروح الم الستات اللي في غرب الكفر كلهم وافضل معاهم لحد ما يدخلوا اللجنه ويدوا اصواتهم ويروحوا كمان. الله ينور عليك يا ماجي. وانت يا ابو زيدان انت هتديني اوامر يا حميده؟ بما اني اني مديره الدعايه يبقى اني اللي نظم الشغل، احنا مش في البيت يا ابو زيدان. حاضر يا سعاده المدير، انا وعبد العال علينا رجاله الكفر. وانت يا عبد العال صحصح مع ابو زيدان. اطمني يا حماد انا مرتب نفسي كويس قوي. وانا مع عبد العال يما. نعسه مالكيش دعوه بعبد العال. ليه يابا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ لما تبقى تنجح الست حسنات ويكتب عليكي ابقى روحي معاه، ان شاء الله تروحوا في 60 داهيه. وهو في داهيه احسن من الجواز يابا؟ سيبونا بقى من الموضوع ده وخلونا في الخطه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. ها يا حميده طمنيني كله تمام؟ تمام التمام. طيب يا اختي كلها يومين ان شاء الله وهنوزع الشربات ونفرح بك يا عمده. كده بقى نبقى مربطين الكفر كويس. لا وايه؟ محزمين الكفر كله رجاله وستات. ايوه بس فيه ناس انا مش مالي ايدي منهم. الناس دي لازم نستهدى عليهم شويه يا حسنين. ونستهدى ليه بقى يا حضره العمده؟ دول مالهمش غير حل من اتنين. الحل الاولاني نشتري اصواتهم بالفلوس. اما الحل التاني بقى ناخد اصواتهم بالقربات. يجيني ويحط عليا. يا حسنين بطل غشاوه وغشامه بقى يا اخي. اولا انا ما بشتريش اصوات وادفع فلوس، ثانيا مساله الكرباج دي تشيلها من قاموسك، افهم بقى. كلام حضره العمده موزون يا حسنين. طب وانت اللي حمقك قوي كده يا بهيدي. خلاص خلاص سيبونا الموضوع ده دلوقتي، خلونا نفكر هنعمل ايه ونربط ازاي في انتخابات بعد بكره. حاضر يا عمده. بقول ايه يا عمده يا نسيبي، انا من رايي نذبح بكره باذن الله عجلين ثلاثه ونوزع على كل بيت في الكفر 2 كيلو لحم، يقوموا ياكلوا ويبروا نفسهم ويدعوا لك ويصبحوا الصبح يدوا لك اصواتهم. لا هياكلوا ويشبعوا واللحمه هتتهضم وبرضه مش هيدوا العمده اصواتهم،
دول اهل الكفر وانا اعرفهم كويس، لما يشبعوا يبعزقوا عليهم. تعرف يا حسنين انا ناوي اعمل ان شاء الله بعد ما ابقى عمده، هعين حميده الشيخ غفر. حميده منعسه هتبقى الشيخ الغفر مكانك. يا ماجي يا إردا، يا بنت جبت المعلومات دي كلها منين؟ من على النت يا ست الكل. بسم الله ما شاء الله. وهو النت دي فيه كل حاجة؟ اسمه النت يا أبو زيدان، لو عايز تعرف معلومات عن أي حاجة في الدنيا هتلاقيها على طول على النت. عبد العال. هي. أنا عايزة الكمبيوتر ده في جهازي، هذا وإلا. الحق يا أبو زيدان. إيه يا عبد العال؟ ما تجيبهولها يا أخويا، جيبهولها. حاضر يا ست الستات، هجيب. انا عملت احصائيه لقيت ان الكفر فيه 1743 جهاز محمول، جبت ارقامهم كلهم وبرمجتهم كمان عندي. حلو كده؟ حلو. وبعدين انا هبرمج على الموبايل رساله واحده بس، هكتب فيها الست حسنات خير من يمثلكم لمنصب العموديه، وان شاء الله يوم الانتخابات الصبح هبعت الرساله دي لكل المحامين اللي في الكفر. ده انت خساره في الكفر يا بنتي يا ماجي. بس ماليش بخت يا ابو زيدان. تعرف يا دمراوي لو ما اديتش صوتك وصوت عيلتك للست حسنات هعمل فيك ايه؟ ما خلاص يا زبيد، أنا قلتلك إنني حلفت على المصحف إني هديلها صوتي وأصوات عيلتي كمان. مش عارفة كده، شاكة في كلامك، مش مرتاحة لكلامك، مش مصدقاك. ليه بقى؟ طول عمرك مالكش كلمة. لا بقى، أنا ليا كلمة ونص على كل عيلتي وغير عيلتي كمان. ده مراوي. ما عدا أنت طبعا يا زبيد. أيوة كده تعدل. بقولك إيه يا حبيبي، أوعى تنسى الكلمة في البيت ده، كلمتي أنا والشرشورتي، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. إذا كنت بتعملي كده والعمدة راجل، أمال لو بقى واحدة ست هتعملي فيا إيه؟ خراشي يا دمراوي، ههنينك وبنينك وبطاطك كده. يا سلام، ده أنا هسقيك العسل المصفي من بلاليسو. بجد يا سبيلدي؟ ايوه صدقني، ده كلام ستات. اتفضل يا عمدتي. ايه ده؟ عامله لك ليمون. انا طلبت منك تعملي لي حاجه؟ لا ما طلبتش ولا حاجه، بس لقيت اعصابك متوتره كده ومتنشن عشان بكره الانتخابات، قلت اعمل لك كوبايه ليمون تروق لك دمك. اه شفتيني متعفرت فبتعملي لي ليمون؟ لا أعصابك هادية قوي. أيوة أعصابي هادية، هادية خالص، ومحطوطة في ديب فريزر 20 قدم. طب عينك في عيني كده؟ غريبت ولا عيل صغير هتلعبيني وتقولي لي عينك في عيني؟ طب اهدى اهدى يا مرتضى يا أختي، أنا بس عايزة أطمن عليك. أنا هادي، أنا كويس، طمني، خليك أنت في حالك. تحب أولع لك المروحة؟ الجو هيولع. ما تولعيش حاجة، الجو بارد، بارد جدا. بارد ايه يا راجل انت؟ يا لهوي لا تكون تعبان. انت تتعبيني بالعافيه. طب بلاش، ما تحمقش نفسك كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. اغسى عليك يا مرتضى، انا شر. حسنات ارحميني، انا العفاريت بتتنطط قدام وشي. عشان كده عملت لك كوبايه ليمون. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز يا اخويا اطمن عليك في ليله زي دي. اطمن عليا ولا اطمن على نفسك؟ لا طبعا اطمن على جوزي وابو عيالي، انما اللي بينافسني ده انا ماليش دعوه بيه. يجيني ويحط عليا. بعد الشر عليك يا جوزي وابو عيالي. بقول لك ايه، انا سايب لك الاوضه الخارج. اقعد، هتنام فين؟ هنام في الزريبه مركز صالح. والنبي ما انت سايب فرشتك، ما تهونش عليا ابدا. عليه الصلاه والسلام. اسمعني يا مرتضى، فاكر؟ فاكر ايه؟ فاكر ليله فرحنا؟ ما حضرتوش. الاخبار يا حسنين؟ كله تمام يا حضره العمده. احنا راضيين يا حضرات، احنا راضيين يا حضرات، احنا راضيين يا حضرات، احنا راضيين يا حضرات، احنا راضيين يا حضرات.
اللي دخل وانتخب اللي ما كده ان هو انتخبك انت. لانك حياد اطمن يا عمده، ناجح ناجح باذن الله. طبعا ان شاء الله. لا اول ولا ثاني عامل لك دعايه ولا بتاعت مجلس الشعب. ما هو متعش كويس يشتغل بقى بالله. الف مبروك مقدما يا عمده، انا والست حرام نديها لك اصواتنا. امال ايه؟ هو احنا نفعنا عمده غيرك؟ تشكر انت والست حرام. شفت وسمعت بنفسك يا سيدي اللي انا قلته لك؟ ايوه ايوه يا راجل. ايش هو احنا كنا ادينا له اصواتنا برضك؟ عايزان اقول له ايه وانا وش في وشه؟ عايزان اقول له انك حكمت عليا انتخب مراتي يا اما تطينا عيشتي. حسنات حسنات احنا وراكي بالالوفات. حسنات حسنات احنا وراكي بالالوفات. حسنات يا حسنات احنا وراكي بالالوفات. حسنات حسنات احنا وراكي بالالوفات. شايفك يا حسنين، شايف في النظام؟ انا قلت ما حدش هيغرقني غيرك. دول شويه حريم يا عمده. يعني ايه؟ ولا حاجة يعني، فاكرنا هيصة وجايين يهيصوا، لكن أنا أكد لك مفيش واحدة فيهم هتخش جوه إلا ما تنتخبك. اللي أنا بستغرب له حسنات اختفت من ساعة، راحت فين؟ بسرعة يلا همي وراي يلا. بدري هاني جبت شوية. لفيت عليها الدايرة كلها مش لاقي لها أثر. حضرة عمري روح انت شوف شغلك. حاضر. خايف لا تكون عاملة لي مقلة بنت خالي. حكيم انا ما بأمنش كهن ولقم الستات. مش هتلحق يا عمدي، انا الغفر بتوعي مرشعين في كل حتة ومفتحين عينيهم النهاردة. سيري سيري يا حسنات واحنا وراكي بالالوفات. سيري سيري يا حسنات واحنا وراكي بالالوفات. يلا يلا اطلع على الدور اللي فوق بسرعة. مش عمده جايبه اكل بتولجنا دي تبقى رشوه. اتكتم انت يا حسنين. يلا يا اخوي يلا يا اخويا انت وكل اللي معاك. يلا على فين؟ الساعه 3 فاضل ساعتين واللجان تقفل. ايه اللجان تقفل؟ طيب انا عمون عملت الغدا. اطلع بدل الاكل ما هيبرد. اطلع على اذنكم. اتفضلي يا ست. والله فيها الخير يا عمده. ما شاء الله بينا بقى لحساني واقع من الجوع ومش قادر اقف على رجلي. يلا بينا. ايه استنى، مش جاهز تكون عامله لنا فخ؟ فخ ايه؟ لا دي تكون حطلنا في الاكل منوم ولا سلامك عشان ما نعرفش نقف مع الناس. سلامك ايه ومنوم ايه؟ حسنات ما تعملش كده. ايه؟ حاسس كده؟ يلا بينا الاكل يبرد. لا بعد اذنك يا عمي. اتفضل اخويا وانت همك على بطنك. الساعتين دول مهمين يا نوسان، عايزاك ما تكدش. طب ما تزوديهم كمان 50 جنيه عشان اعرف اراضي الرجاله اللي وراي. شوف انا مش هديك غير اللي انت خدته مني، والعمده مرتضى ما ادكش اكتر من نص المبلغ ده وواقف له من الصبح. بقول لك ايه، انا كده هقلب على العمده يا مناعس وما يرضكيش. عوضيني يا ساتر عليك، ده انت رزق صحيح. خد ادي 20 جنيه هم مفيش غيرهم. يلا امشي روح شوف شغلك اجري. ما تقوليش ما تعدليش حسنات غيرها مفيش. 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 يا ناس يا اهل الكفر، خلي عندكم وعي انتخابي. الراجل راجل والست ست، واللي يقبل ان تحكم واحده ست يبقى لا مؤاخذه. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. انتخبوا مين؟ حسنات. عمدتكم مين؟ حسنات. ما تقوليش ما تعدليش حسنات عمده وغيرها مفيش. ما تقوليش ما تعدليش حسنات عمده وغيرها مفيش. شايف نوساني بقى يا حسنين؟ خلاص يبقى سيبهولي بقى يا عمدي. استنى هتعمل ايه؟ عايزهم يقولوا ايه؟ بستخدم الغفر بتوع الامن لمصلحتي علشان اقهرهم؟ ما انا مش معقول اقف زي عمود النور كده. يخلص خالص. طيب ايه دي؟ اخبار اللجنه جوه ايه؟ والله ما تطمنش يا حضره العمده. خلاص يبقى تديني الاذن بقى يا عمده. اذن بايه؟ ان انا اضلمها. ما احنا نضلمها بوجودك يا حسنين. يا جماعه يا جماعه اعتبروا عنوان الحضاره. اقفي كده تعبت. الله، انت ايه اللي جابك هنا في طابور الستات يا ميلم؟ جراه يا ماجي، فاكرانا تلامذه هترصصينا زي قوالب الطوب؟ يا ابني انا قلت من الصبح طابورين، واحد للرجاله والتاني للستات. اشمعنى واحد للرجاله وواحد للستات؟ انت مش مواليه للحزب بتاع الست حسنات؟ ايوه يا سي ميلم. وبتقولوا كمان ان مفيش فرق بين الراجل والست؟ ايوه يا استاذ ميلم. خلاص طالما هكذا اللي انت بتقوليه
الحزب اللي هو بتاع الرجاله ينضم مع حزب الستات ويندمجوا مع بعض ونبقى حزب واحد ونقف في طابور واحد. بتنكسف وتتلم يا ميلا. ايه انكسف ليه؟ وانت كسفتي لما قلت لي ان مفيش فرق بين الراجل والست. انا قلت الراجل زي الست في الحقوق والواجبات، اللي ليها تاخده واللي عليها تعمله. انتوا لك ايه عندنا غير اكلكم وشربكم وكسوتكم؟ لينا حقوقنا الانسانيه والدستوريه يا استاذ ميلا. يعني ما اعرفش كلام المتعلمين ده اللي انت بتقوليه دي، انا اعرف اللي انا بقوله بس. ما هو عشان كده انت متخلف وجاهل يا ميلم. انا جاهل ومتخلف؟ عايز الحق يا نعيمه، هي تجربه جديده قوي في بلدنا، بس الملفت بقى فيها للنظر هو التنافس ما بين العمده ومرات العمده. انا مش عارفه بابا وماما عاملين ايه دلوقتي يا سعيد. عموما الساعه دلوقتي تقريبا 4، يعني فاضل ساعه والانتخابات تنتهي وبعدين نعرف. لكن انت وبكر ما حضرتوش اليوم ده ليه؟ انت عايزني انا وبكر نكون موجودين؟ اه كان نفسي احضر اليوم ده واشوف التجربه دي، تجربه من الصعب انها تتكرر تاني. صعب جدا يا سعيد اكون انا وبكر موجودين هناك. صعب ليه؟ عشان احنا بالطريقه دي كده هنوسع الخلاف. ازاي انا اكون واقفه مع ابويا ضد امي، وازاي يكون بكر واقف مع امي ضد ابويا؟ احنا بالشكل ده الناس هتقول علينا ايه؟ هيقولوا بقى ان دي قمه الديمقراطيه والحريه الشخصيه. انت بس اللي بتقول كده عشان انت فاهم، لكن فلاحين بلدنا مش كلهم سعيد، مش حال انك فلاح وعارف. اه في دي بقى عندك حق،